السلام عليكم سنة تالتة. النهاردة هناخد إن شاء الله مع بعض استراتيجيات للطرح، زي ما خدنا استراتيجيات للجمع هناخد للطرح. نفس الاستراتيجيات عندنا، أول واحدة خط الأعداد، الصيغة الممتدة، القيمة المكانية. أول حاجة كده في خط الأعداد ناخد مثال عشان نفهم الاستراتيجية. زي الجمع بالظبط برسم خط الأعداد، 742 ناقص 222، الرقم الكبير باخده أبدأ بيه على خط الأعداد، 742. بعد كده باخد الرقم الصغير بفكه بالصيغة الممتدة، بقول بشوف مين في خانة الأحاد والعشرات والمئات وأحط الرقم بأصفار. الأحاد معهوش أصفار، العشرات واحد والمئات اتنين. طيب يا ميس، أنت هنا كاتبة الأحاد والعشرات والمئات، وفي الجمع كنا كاتبين المئات والعشرات والأحاد. في الطرح يا حبايبي بطرح من خانة الأحاد، ما ينفعش أطرح من خانة المئات عشان لو احتاجنا نستلف. طيب هنبدأ كده مع بعض، أنا هطرح خانة الإيه؟ الأحاد. يبقى كده العشرات والمئات ينزلوا زي ما هم، 2 ناقص 2 0، يبقى 742 ناقص 2 740. هبدأ أطرح خانة العشرات، خانة العشرات يبقى الأحاد والمئات زي ما هم، يبقى 0 ناقص 0 0، 4 ناقص 2 2 و7 تنزل. هطرح دلوقتي خانة المئات، يبقى عندي أحاد وعشرات نازلين زي ما هم، مين اللي هيتغير؟ المئات. الصفر ناقص صفر صفر، اتنين ناقص صفر اتنين، سبعة ناقص اتنين خمسة، يبقى النادي 520. ناخد مسألة تاني ونركز مع بعض فيها. عايزة أطرح 789 ناقص 466 على خط الأعداد. 789 هنبدأ بيه بخط الأعداد عشان هو العدد الكبير. 466 هقسمه بالأصفار، يبقى 6 أحاد معهاش أصفار، 60 عشرات معاها صفر واحد، 4 في المئات يبقى معاها صفرين ربع مئة. يبقى أنا كده هطرح أول خانة، خانة الأحاد. إحنا قلنا إيه يا حبايبي؟ برافو عليكم، العشرات والمئات هينزلوا زي ما هما، 9 ناقص 6 3، 8 و7 ينزلوا. بعد كده نطرح خانة العشرات، يبقى الأحاد والمئات هينزلوا زي ما هم، 3 تنزل، 8 ناقص 6 2 و7 تنزل. هطرح خانة المئات، يبقى أحاد وعشرات نازلين زي ما هم، واللي هتتغير خانة المئات، 3 ناقص 0 3، 2 ناقص 1 2، 7 ناقص 4 3. تمام كده يا جونيور؟ هنبدأ مع بعض دلوقتي استراتيجية الصيغة الممتدة. نفس الخطوات باختلاف العلامة، لازم اخد بالي من العلامة كويس جدا، زائد ولا ناقص العلامة بتاعت المسألة الأصلية ايه الكبيرة اللي في النص. عايزة اطرح 6759 ناقص 4321 بالصيغة الممتدة. ابدأ اقسم العدد بأصفاره، التسعة خانة الأحاد معهاش أصفار، الخمسة خانة العشرات معها صفر واحد، السبعة مئات معها صفرين، الستة آلاف. يبقى أنا كده وزعت 6759، هوزع بقى 4321. الواحد في خانة الأحاد، الاتنين عشرات معها صفر، التلاتة مئات معها صفرين، الأربعة آلاف معها تلات أصفار. علامة المسألة هي سنة تالتة الأصلية ناقص. تمام؟ هنبدأ نطرح أحاد من أحاد، عشرات من عشرات، مئات من مئات، آلاف مع آلاف. تسعة آخد منها واحد، تمانية، خمس عشرات آخد منهم عشرتين، تلات عشرات، سبع مئات أطرح منهم تلاتة مئات يديني أربعة مئات، ستة آلاف أطرح منهم أربعة آلاف يديني ألفين. نقرأ الرقم كده سنة تالتة، 2438، 2438. يلا ناخد كده مسألة وتحلوا معايا. اوجد ناتج طرح 7578 ناقص، معلش يا حبايبي نقول الرقم تاني، 7568 ناقص 2343. هوزع
7568 بالصيغة الممتدة. 8 أحاد 6 عشرات 5 مئات 7000. هبدأ أوزع الرقم الثاني 2343. 3 في خانة الإيه يا حبايبي؟ لا حاد، معاها أصفار؟ لا يمين، شاطرين، يبقى 3. الأربعة عشرات، معاها صفر واحد يمين. الثلاثة مئات، معاها كام صفر؟ صفرين. الاثنين في الآلاف، معاها 3 أصفار. وهبدأ أطرح الأحاد من الأحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات والألوف من الألوف. 8 ناقص 3، 5. 6 عشرات ناقص 4 عشرات يدينا عشرتين. 5 مئات ناقص 3 مئات يدينا 200. 7000 ناقص 2000 يدينا 5. نقرأ الرقم 5225. دي كده استراتيجية الصيغة الممتدة. أهم حاجة فيها آخد بالي من العلامة الأصلية للمسألة، الزائد ولا ناقص. طيب ناخد مع بعض استراتيجية القيمة المكانية، دي برضه كنتوا واخدينها بس احنا بقى مزودين الخانات الجديدة اللي احنا خدناها السنة دي. بطرح أحاد من أحاد وعشرات من عشرات ومئات من مئات وآلاف من آلاف. عايزة أوجد ناتج طرح 3578 ناقص 1243. المسألة ما فيهاش الأرقام كلها كبيرة ممكن ما استلفش، أطرح حاجة. 8 ناخد 3 يدينا 5. 7 ناقص 4 3. 5 ناقص 2 3. 3 ناقص 1 2. المسألة هنا مش محتاجة نستلف. طيب ناخد مسألة كده تانية. 7 نقرا المسألة من ورا. 5397 5397 ناقص 1269 1269. هنيجي كده في الأول، دي 7، 7 ناقص 9 ما ينفعش. ليه ما ينفعش حبايبي؟ السبعة أصغر من التسعة. هروح أخبط الجارة، أفضل أرن الجارة لغاية ما تفتحني عشان ياخد منها واحد، والتسعة فرق الايه؟ العشرات، يبقى هتديني الواحد بعشرة، تبقى السبعة هتبقى 17. السبعة هتبقى كام؟ 17. طيب يا ميس أنا إيديا فيها 10، هجيب إزاي ناتج 17 ناقص 9؟ إيديا فيها 10، هجيب إزاي ناتج 17 ناقص 9؟ نفتكر مع بعض. أما بطرح أضم إيديا جامد وأعد من بعد الصغير لغاية ما أوصل للكبير، يبقى دلوقتي 17 ناقص 9، هضم إيديا جامد وأعد بعد التسعة لغاية ما أوصل لل 17، يبقى بعد التسعة 10 11 12 13 14 15 16 17. بقف عند الرقم اللي أنا عايزاه. أشوف بقى إيديا فيها كام صوبة، يبقى 8، أنا عديت 8 صوابع، يبقى الناتج 8. التسعة أما عطتني واحد بقت 8، 8 ناقص 6 2، 3 ناقص 2 1، 9 ناقص 5 ناقص 1 4، يبقى الناتج كده 4128. كده يبقى خدنا استراتيجيات الطرح الثلاثة زي استراتيجيات الجمع. الواجب حبايبي البوكليت صفحة 120 121 رقم 3 و4 صفحة 122، كلها مسائل سهلة على الجمع والطرح تتدربوا عليها.